السلام عليكم. السلام عليكم. Thank you very much, شكرا dear Prime جزيلا Minister, دولة رئيس الوزراء colleagues for hosting me وزملاء in Cairo. على استضافتي Today, في القاهرة. I was so delighted اليوم to meet شرفت President al-Sisi. بلقاء فخامة الرئيس السيسي، وكما هو الحال دائما في لقاءاتنا كان اللقاء مثمرا وملهما فيما يتعلق بتفكيرنا في شراكتنا والتي تجمع مصر وصندوق النقد الدولي. هذه المرة أتيت لأقدم احتراماتي لفخامة الرئيس السيسي ولحكومة مصر وبالطبع للشعب المصري على القوة غير المسبوقة التي أظهرها في خلال هذا الوقت العصيب في المنطقة. أيضا أردت أن أخبر الناس من هنا من القاهرة كم تقدير صندوق النقد الدولي لهذه الشراكة، وأننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار مصر وتطورها وتنميتها الاقتصادية. لقد عرضنا لهذا الدعم في أبريل عندما اتخذنا قرار زيادة برنامجنا من 3 إلى 8 مليارات دولار، حيث أدركنا أن الظروف قد ازدادت صعوبة ليس بسبب خطأ ارتكبتموه، ولكن بسبب الظروف في المنطقة. أيضا قمنا بذلك لأننا أدركنا الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل، وذلك من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد. أولا انتقلت مصر إلى نظام مرن للسعر الصرف، وتمكنت من التخلص من التراكمات. وبالطبع هنا أود أن أثني على جهود السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في هذا الصدد. ثانيا مصر زادت من دور القطاع الخاص فيما يتعلق بنمو فرص العمل، وهذا من الأهمية بمكان إذا ما أردنا أن نمنح الفرص للناس وخاصة للشباب، الشباب المصري. ثالثا مصر عززت من الحماية الاجتماعية، وذلك عن طريق الانتهاء التدريجي من الدعم الحكومي، وذلك من أجل أن يكون الدعم الحكومي المتبقي موجها لمن يحتاجونه بالفعل. هذه التحركات أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشراته، وتعزز من الفرص المستقبلية، وأيضا الكثير منها أظهر نتائجه على الأرض بالفعل. النمو ارتفع للعام المالي 25، نتوقع 4.2% في مقابل 2.4% في العام الماضي. التضخم ينخفض، وصل إلى 37% العام الماضي، والآن وصل إلى 25 أو 26%، ولكن يوجد اتجاه لخفضه ليصل إلى 16 أو 17% بنهاية العام المالي. وهذا مهم جدا للجميع، ولكن خاصة للفقراء وللطبقة المتوسطة في مصر. وبالطبع تراكم الدين قد انخفض، وذلك يعني أن مصر
قد أصبحت أكثر أماناً في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية. الإصلاح ليس سهلاً. أود أن أثني على جهود الحكومة والشعب المصري. إن رسالتي لكم هي أنني على ثقة تامة بأنكم سوف ترون فوائد هذا الإصلاح في صورة اقتصاد مصري أكثر ديناميكية ورخاء. نحن هنا في العاصمة الجديدة، وبالطبع ذلك يظهر لنا ما يمكن أن نحرزه من خلال الإصرار. وهنا الإصرار بالطبع أتحدث عنه من خلال 3 زوايا. أولاً، ما يمكن أن يتم من أجل الحصول على استقرار أكبر للاقتصاد الكلي، وكيف نيسر من خفض نسبة التضخم. ثانياً، ما الذي يمكن فعله بالنسبة لازدهار القطاع الخاص ومن أجل خلق فرص عمل لأكثر من 1 مليون شاب يدخلون سوق العمل كل عام؟ وما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها السلطات المصرية في هذا الصدد؟ ثالثاً، كيف يمكننا أن ندعم الأهداف المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر؟ وعليه سوف أناقش هذا الأمر في الأسبوع المقبل فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى ذلك. هناك الكثير مما يجب أن نفعله. العالم يتغير بسرعة مضطردة، وذلك يتطلب منكم ومنا مرونة وقدرة على التكيف، وفوق كل شيء البحث عن الفرص والسعي ورائها من أجل شعب هذا البلد الجميل. لقد أتيت إلى مصر في زيارات عدة، وكل مرة آتي هنا يذهلني تاريخ مصر وثرائه. بالطبع لقد انتبهت إلى قصة الكلب الذي صعد إلى قمة الهرم، ودائما ما أغتنم الفرصة لأستمتع بالطبيعة، ودائما دائما أستمتع بالشعب المصري الرائع. شكرا.